مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اعلنت انطلاقه الشوط العشرون والرمز ايضا العشرون المقدم من حمد بن علي بن حديد بمناسبه ايضا زواج ابنه بطحان، وهنالك درع لافضل توقيت لصباح هذا اليوم. ما زال افضل توقيت، هنالك يتحطم تحت اقدام الجزيره ومرشود الجار الرشيدي، مرشود الرشيدي دقيقتين وسبعة وفاء وتماما، ولكن اعلنت انطلاقة الشوط العشرون الخاص للقعدان المقدمة وصدارة زبيان وخالد بن سالم بن فهد. يلا يا بن فهد روح بالتحدي، روح بالناموس، دخول على المركز الثاني. وصل مهاجر عجيان بن محمد بن جار الله بن زرمون، ما شاء الله بن زرمان، وثالث الاسماء وصل شكله وعبد الله بن محمد المريخي دخول على المركز الثالث. ما شاء الله مشعل وفيصل بن حمد بن ملهية من يقدم مشعل بأداء جميل والتحدي ممتاز. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، وصل ما شاء الله مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء المقدمه والصدور، ما شاء الله وصل ما شاء الله. من فهد يغادر، ولكن من هو يقاتل؟ مهاجر وعجيان بن محمد بن جار الله بن زرمون، ما شاء الله روح بن زرمان بالتحدي وروح بالاداء الجميل. مهاجر وعجيان بن محمد بن جار الله بن زرمان، ولكن بن فهد يغتل ظبيان وخالد بن سالم بن فهد الهاجري وثالث الاسماء. وصل ما شاء الله مشعل فيصل بن حمد بن ملهية، ولكن ما شاء الله والامتار المجنونه. أوه الرمز العشرون غادر مهاجر هاجر بر الامان عجيان بن محمد بن جار الله بن زرمان. سلام يا بن زرمان تاني الأسماء. وصل أيضا شعار مفهد الهاجري، قدم لنا أيضا أداء جميل ظبيان وخالد بن سالم مفهد المفهد الهاجري ثالث الأسماء. وصل ايضا مشعل فيصل بن حمد بن ملهية. التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء ساعة وصول مهاجر دقيقتين و15 14 جزء. سلام يا مهاجر، سلام خط النهاية يرحب بجميع الحضور، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.